مرحبا بكم. سنتابع معا طريقة ثانية لبناء الوسط العمودي لقطعة مستقيم. أولا نرسم قطعة مستقيم ا ب، نحدد الطرفين، ثم نأخذ البركة ونأخذ فتحة أكبر من منتصف القطعة ا ب. نضع شبكة بركان على أحد طرفي القطعة، نرسم قوس، نحافظ على نفس الفتحة، نضع شبكة بركان على الطرف الثاني، نرسم القوس الثاني. الآن نغير الفتحة، نضع شبكة بركان على الطرف الأول لقطعة المستقيم، نرسم قوسا، نحافظ على الفتحة، نضع شبكة بركان على الطرف الثاني لقطعة المستقيم ونرسم القوس الثاني. الآن نربط بين النقطتين، نقطتي التقاطع بين الأقواس. تحصلنا على مستقيم هو عمود على قطعة المستقيم آباء في منتصفه. هذا المستقيم سين يسمى الموسط العمودي لقطعة المستقيم آباء.